السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم باشمهندس عبد الرحمن مروان، وان شاء الله هنكمل النهارده سيشن رقم 2 في تصميم شبكات المياه. تمام، احنا كنا وقفنا الفيديو اللي فات اللي هو سيشن 1، وقفنا ازاي هنحسب كميات المياه للايه للكومباوند بتاعتنا، وازاي نضرب، وازاي نحسب كمية المياه لكل زون، وازاي نحسب التوتال. تمام، وعرفنا ازاي نحسب التعداد السكاني لو هو مش مديهولنا، ازاي نجيبه من الكود، وعرفنا كمان ازاي ايه الفاكتور بتاع، او احنا بنصمم على ايه. يعني عرفنا المرة اللي فاتت ان احنا بنصمم على الكيو ماكسيمم هورلي، تمام، او اقصى احتياج ساعي. تمام، وبنتشيك على او بنعمل تشيك على الشبكه ان هي بتقدر تستحمل كميات الميه بتاعه الحريق زائد اقصى احتياج ايه يومي. تمام، بعد كده رحنا شفنا نحسب ازاي كميات الميه للنون ريزيدنشال بيلدينج، المباني الغير سكنيه زي المسجد والكنيسه والمستشفى والسكول، وعرفنا لو هو مش مدينا ارقام او مش مدينا حاجه ازاي نقدر ايه نجيب الكميات المياه بتاعتها من الكود، وازاي نحسب الاريات من على الاوتوكاد. و تقريبا اتكلمنا عن كل ايه، واتكلمنا برضو شويه عن الباترن بتاعت المياه. تمام، دلوقتي هنتكلم النهارده عن شويه، ندي طبعا شوية كده كلام عن الباترن والشرح، شوية حاجات كلام الكود، بعد كده هنخش بقى على الوتر كاد. تمام، نبتدي نتعلم أساسياته، ايه الوتر كاد وبنعمل بيه ايه، وازاي نبتدي نمشي فيه. تمام، ونبتدي نشوف ازاي نبدأ التخطيط بتاعنا، تخطيط الشبكة بتاعتنا على الايه، على الوتر كاد. تمام، وازاي نصدر ازاي نصدر البيز ماب للوتر كاد، ازاي نصدر المناسيب، الكلام ده كله، ازاي نعرف الباترن، الحاجات دي هنفهم كل ده ايه واحده واحده. تمام، المهم يعني احنا عرفنا اخر حاجه ان احنا ازاي نحسب كميات المياه للايه للبلوكات. تعالوا كده نبص على الباترن. دي الباترن بتاعت ال، معلش مش واضحه شويه بس. تمام، الشكل الباترن بتاعت الاستهلاك، يعني انا عندي دلوقتي اقصى استهلاك يومي بيبقى اكبر طبعا من اقصى، لو انا هصمم على اقصى استهلاك شهري، وهيبقى اكبر طبعا لو انا هصمم على اقصى استهلاك، معلش اقصى استهلاك يومي هيبقى اكبر من اقصى استهلاك شهري، اقصى استهلاك، معلش انا بتلخبط فيها، اقصى يعني هي بالترتيب كده، الساعي اكبر حاجه اللي هي اقصى استهلاك ساعي اللي هو اكبر حاجه، بعد كده ده اللي انا صمم عليه، ده بيتصمم عليه يعني اكبر فاكتور، يعني هو ده اللي بيضرب الافريج في 2.5. تمام، بعد كده اقصى استهلاك يومي ده الايه اللي يجي بعده، اللي احنا بنضرب الكيو افريج بتاعتنا في 1.8. بعد كده اقصى استهلاك اقصى استهلاك شهري بنضرب كميات المياه بتاعتنا في 1.4. تمام، وعرفنا احنا بنصمم على ايه. تمام، عامه ده شكل الباترن بتاعتنا اللي بتبقى بتاعت الريزيدنشال بيلدينج او المباني السكنيه. تمام، ازاي ندخل او ازاي نعرف الباترن دي للبرنامج، او ازاي نفهمه ان في حاجه اسمها باترن. هو البرنامج عارف ان في حاجه اسمها باترن، بس ازاي ندخل القيم بتاعتها. احنا عندنا هنا القيم بتاعتها بيقول لك ان عند الساعه 0 تقريبا المالتي بلاير بتاعي او كميه الميه اللي انا بستهلك، يعني نسبه كميه الميه اللي انا بستهلكها حاليا من المتوسط. يعني انا دلوقتي انا عندي كميه ميه بستهلك منها اللي احنا حسبناها اللي هي الكميات الكيو افريج. تمام، انا بستهلك منها عند الساعه 0 اللي هي الساعه 12 0.75، ما بستهلكها، ما بستهلكش الكيو افريج كلها، فاهمين؟ عند الساعه 2 بستهلك منها 8.1 بس، عند الساعه 4 بستهلك 1.4. تمام، اللي هو ده اللي هو ايه الماكسيموم، ايه الفاكتور ده اللي هو الماكسيموم، ايه الماكسيموم مانثلي اللي هو 1.4. عند الساعه 6 1.8 ده اللي هو الماكسيموم ايه الماكسيموم ديلي. تمام، بعد كده عند 8، عند الساعة 8 بنستهلك ضعفين، عند 10 بنستهلك 2.35، عند 12 2.5. 2.5 ده اللي هو الايه الماكسيمم هاور اللي هي اقصى ساعة، واخدين بالكم؟ يعني انا دلوقتي لو انا هصمم على الماكسيمم هاورلي يبقى انا كده المفروض ان انا اصمم عند الساعة 12 اللي هي بتتضرب عندها كمية المية في 2.5.
طيب لو انا عايز اصمم على الماكسيمم، لو انا عايز اصمم على الماكسيمم ديلي، يبقى اصمم على الساعه ايه؟ على الساعه 6. احنا قلنا ان احنا الشبكه بتاعتنا بتصمم على الساعه 12، وبنتشيك على الايه، على الماكسيمم ديلي اللي هو عند الساعه كام؟ عند الساعه 6 طبعا، زائد الايه الفاير، وهنشوف هندخله ازاي وهنحسبه ازاي وهنشوف الكلام ده كله. تمام، بس فهمنا فكره الايه، الباترن. تعالوا دلوقتي كده نخلي نشوف ازاي هنصدر البيز ماب دي للايه، للبرنامج. تعالوا نشيل اول حاجه خطوط الكونتور، انا مش هحتاجها حاليا في ايه، في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الووتر ايه، في شبكه المايه بتاعتي. انا مش محتاج اعرف المناسيب او شكل خطوط الكونتور عامله ازاي. تمام، انا بس محتاج البيز ماب واشوف الايه البلوكات فين عشان اعرف انا هحمل البلوك ده فين، يعني هنفهم ده كله بالراحه. تمام، تعالوا بس دي كده البيز ماب بتاعي انا، عشان اصدر من برنامج الاوتوكاد لاي برنامج تاني، او من اي برنامج تاني لبرنامج الاوتوكاد، لازم اصدر حاجه اسمها دي اكس اف، صيغه الدي اكس اف. صيغه الدي اكس اف دي هي الصيغه تقريبا الوحيده، او يعني الاكثر شيوعا المعروفه من بين البرنامج. يعني انت لو عايز، لو انت شغال على برنامج ساب، لو انت عملت موديل للاستاتيكال سيستم بتاعك على الساب، عايز تصدره على، قصدي على الاوتوكاد، عايز تصدره للساب، بتعمله دي اكس اف. نفس الكلام للسيف، نفس الكلام للايتاب. تمام، في حاجات تانية فيها الاف اف 2 كم ايه حاجه كده يعني، بس ما علينا. احنا عايزين دلوقتي نحول الرسمه بتاعتنا للدي اكس اف. ازاي نحولها لدي اكس اف؟ بنعمل فايل سيف از. تمام، هتقول له ان انا عايزها ايه، دي اكس اف. هتلاقي الصيغه هنا، تدور هتلاقي في دي اكس اف 2000 اكس دي اكس اف 2004 2007، مش هتفرق سايب اي فيرجن، بس المهم ان هي ايه، صيغه دي اكس اف. دي اكس اف، دي اكس اف دي دروينج اللي هي دي دبليو جي اللي هي شكل الرسمه. لا انا عايزها ايه، دي اكس اف، فخليها دي اكس اف 2013 مثلا، دوس سيف. تمام، اتسيفت. بتروح تقفل الدي اكس اف. تمام، وتروح على الووتر كات. تعالوا نفتح ووتر كات، تعالوا نقفل اللي تحت ده، نفتح ووتر كات من جديد عشان ايه، عشان نشوف شكله بيفتح ازاي وايه اول حاجه بتجيلنا وكده. تمام، ادي الووتر كات اهو، من شركه بنتلي طبعا. اول حاجه الرساله دي اللي بتظهر لنا بتقول له كرييت نيو بروجكت. تمام، نستنى بس ما يعمل كرييت. تمام، اول ما تعمل له كرييت نيو بروجكت بيجيب لك الصفحه دي بيضه طبعا، ما بيجيبلكش اي حاجه. اتاكد بس ان البرنامج بتاعك يعني اللايسنس بتاعت شغاله. بتخش على فايل، او لا معلش، بتخش على هيلب اباوت، اباوت توتر كات. تمام، بتتاكد ان اللايسنس بتاعتك اكتيفيتد والسايز ان التيميت. ده معناه ان كده البرنامج بتاعك شغال وهيعمل معاك رن وكويس. لو مش شغال فانت تبتدي تعمل له ايه، تكركه بقى او تشتريه او ايا كان يعني. تمام، تعال نبتدي ايه، نشوف هنشتغل على البرنامج ده ازاي. الووتر كاد هو احنا ما بنصممش عليه، البرنامج الووتر كاد بنعمل اناليسيس، بنحلل. يعني بنشوف انا عندي دلوقتي كميات ميه، انا بدخله بقول له ان الماسوره دي المفروض هيمشي فيها كميات ميه كذا. لو انا حطيتها بقطر كذا، لو انا حطيتها مثلا بقطر 200، هل هتكفي كميات المايه دي، ولا هل هيبقى في فواقد كتير، في فواقد احتكاك طبعا ما بين المايه والماسوره، ولا هتبقى السرعه عاليه، ولا هتبقى السرعه قليله، فاهمين؟ طب الهيد بتاعتي او الدفع بتاع المايه عندي عند النقطه دي، هل هيبقى عالي، هل ده الهيد اللي انا عايزه ولا لا؟ هعرف الكلام ده كله ازاي؟ هنشوف دلوقتي. اول حاجه تعالوا نشوف كده، اول حاجه بتخش عليها تولز اوبشن. تمام، عندك هنا الالوان دي الالوان بتاعت الباك جراوند بتاعتك. يعني شايف انت الباك جراوند دي بيضه، انت الناس ما بتحبهاش بيضه، ممكن تخليها اي لون تاني، بتدوس على الرقم ده وتخليها ايه، اللون اللي انت ايه عايزه. يعني مثلا انا اخترت اخضر دلوقتي ودوست اوكي، هتتحول لايه، لقطه. بصوا دي الباك جراوند بتاعتي بقت خضراء، على حسب بقى اللي عايز ايه الباك جراوند بتاعته عامله ازاي. وناخد بالنا ان احنا لما نغيرها لازم اللونين دول يبقوا مختلفين. ازاي يعني؟ انا دلوقتي خليت الباك جراوند دي خضراء، لو انا خليت اللاير اللي انا برسم بيها او الحاجه اللي انا برسم بيها نفس اللون الاخضر مش هيبان حاجه. تمام، ناخد بالنا من كده عشان في ايه، ناس بتغلط ساعات الغلطه دي، بس ما علينا يعني. تعالوا نخش على الدروينج دي السيمبل، او يعني السكيل بتاعت السيمبل بتاعتك. يعني ايه يعني؟ دي ده سكيل واحد. تمام، دوس اوكي كده. شوف انت لو رسمت حاجه اسمها جانكشن كده، بص ماشي، بص يعني باينه
باينه تمام. لو انت زوم اوت، لو انت الشبكه عندك كبيره مش باينه، ممكن تروح تكبرها. شايف انت شايف دي صغيره ازاي؟ لو دوست بره كده شايف النقطه دي صغيره ازاي؟ لو رحت على تولز اوبشن دروينج، خليت بدل ان هي واحد خليتها مثلا خمسه، شوف هتكبر ازاي. اهي شايف كبرت، لما كانت نقطه صغيره كبرت. لو انت زومت اكتر شايف كبيره ازاي. بس دي ايه؟ عشان هتحتاجها بعدين لو انت عندك شبكه كبيره او حاجه، او عندك مثلا السيمبل صغيره وعايز تكبرها تمام. وده التكست اللي هو الكلام اللي جنبها، يعني انت لو بصيت برضو هتلاقي في كلام كده جنب جنب السيمبل بتاعتك. شايف اللي هو جانكشن 2، اللي هو الجي 2 ده التكست، عايز السايز بتاعه قد ايه تمام. تعالوا نروح على تولز تاني اوبشن. عندك بعد كده اهم حاجه، اهم حاجه طبعا اليونت. اليونت احنا طبعا بنشتغل عندنا على ايه؟ على الاس اي او المتريك، او اللي هي الايه، وحدات المتر والسليزيس والكلام ده، ما بتشتغلش فيت وباوند والكلام ده، اللي هي الايه اليو اس اي. اليو اس اي ما بنشتغلش عليها، ما بنشتغلش على وحدات اليو اس اي، احنا بنشتغل على السي، على الاس اي متريك تمام. الارقام دي هي ايه؟ هي عباره عن ايه؟ انت دلوقتي انت عندك مثلا مثلا ال 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 الفلو بتاعك مثلا، او الهيد بتاعتك، الرقم اللي عندك يعني 30.233 تمام. لو انت خليت الرقم ده 2 فده هيبين لك علامتين عشريين تمام، بعد الايه؟ بعد العلامه، يعني هيبين لك رقمين بعد العلامه. لو خليته 3 هيبين لك الرقم على الثلاث، على الثلاث ارقام بعد العلامه. يعني انت لو خليت ده 3 فهيبقى هتبقى عباره عن كام؟ 0.233. واضحه لك فاهم؟ بس دي فكرة الأرقام. وأنت لو عايز تعدل إيه؟ أي وحدات بقى من هنا أنت عايز تغير، بتدوس عليها كده وتغير أهي، يجيب لك الإيه؟ الباوند والفيت والكلام ده تمام؟ بتدوس له كانسل. خلاص إحنا مش عايزين حاجة من هنا، نرجع بس الخلفية بيضة عشان أنا نسيت أرجعها أهي. أوكي تمام. دلوقتي أنا عايز أصدر البيز ماب بتاعتي هنا، أصدرها إزاي؟ تمام؟ عندك حاجة اسمها كده باك جراوند لاير. لو أنت مش عندك البتاعة دي هنا تجيبها إزاي؟ تعال نفترض إن هي مش موجودة أهي تمام؟ اختفت. نجيبها إزاي؟ هنروح هندوس كومبوننت تمام؟ هنروح على معلش قصدي فيو، هتروح على حاجة اسمها باك جراوند لاير أو كنترول 2 تمام؟ هتظهر لك أهي، ظهرت أهي تحت تمام؟ لو لقيتها مثلا بره كده، لو ظهرت لك بره كده، لو أنت قفلتها اهو، قفلتها رحت دوست فيو باك جراوند لاير، جات لك كده. عايز تحطها انت تحت هنا اهو، هتيجي على الاسهم دي، شايف السهم اللي تحت ده، اجيبها لك تحت هنا تمام. دي الباك جراوند لاير. انت عايز دلوقتي تصدر البيز ماب بتاعتك، شايف الفايل ده، ده نيو تمام، دي علامه نيو، انت عايز تصدر حاجه جديده تمام. هتقول له ايه؟ نيو فايل ولا فولدر؟ طبعا نيو فايل تمام. هتروح على الشبكه بتاعتك. فين كنا مسايبينها؟ فين؟ ثانيه واحده. بروجكت تجمعات سكنيه، اي بيز ماب 2 تمام. اوبي ناخد بس شويه يحمل وهتلاقيه ايه طلعها لك دلوقتي. بيقول لك دلوقتي البيز ماب اللي انت بتصدرها دي، انت عايز اليونت فيها بالايه؟ بالمتر، الكيلومتر، الفيت. احنا بنشتغل بالمتر تمام. بيقول لك عايز تصدرها بالالوان بتاعتها الاساسيه، ولا تحب تخليها كلها بلون واحد. فانا بحب بحبذ يعني ان هي لون واحد، عشان ما ايه، ما تتلخبطش ما بينها وما بين الحاجات التانية. فبتدوس على البتاع ده وبتخليها باللون الرمادي تمام كده اوكي. عشان ايه؟ هي باك جراوند، انت مش محتاج منها غير بس تعرف اماكن الحاجات امين. بس تدوس له اوكي، اهي باك جراوند، دوس كده ايه، ما ظهرتش مش باينه. فبعمل ايه؟ بدوس على الايه، على البتاع ده، بس اهي جات لي تمام. دي البيز ماب بتاعتي. سيبك من الكلام طاير على جنب، مش مشكله، مش هيفرق معايا في حاجه قوي يعني. لو احتجت اعرف ده زون ايه، ممكن اروح ابص على الاوتوكاد تمام. دلوقتي دي الايه، الشبكه بتاعتنا تمام. عايز ابتدي رسم فيها. فاول حاجه، اول حاجه بحطها الريسيرفوار. الريسيرفوار ده او بحط تانك على حسب انا عندي ايه، ال 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 يعني ده او ده، على حسب انا عندي الشبكه فيها ايه، ريسيرفوار تانك ايه يعني. المهم ان ده المصدر الميه بتاعي او السبلاي بتاع الشبكه، او ده المكان اللي انا بسحب منه ايه، الميه للشبكه دي اهو. ده هنا مكتوب اهو ووتر ريسورس، فانا عندي الووتر سورس بتاعي هيجي هنا او هيتحط هنا. فانا ممكن احط الريسيرفوار ده هنا مثلا، طبعا مش هحطه في نص الشعر، شايفين السيمبل لسه كنت بقول لكم ايه، صغيره، عايزين نروح نكبرها دلوقتي. انا شايف باين ان هي نقطه حرفيا. فتعالى نخش على تولز، نخش على اوبشن يونت،
معلش دروينج، نخليها 5 دي اللي هي السيمبل، ونخلي برضو الكلام 5 تمام، وندوس له اوكي كده. ايه بانت شويه، لا عايز تزيد شويه كمان، خليها طيب مثلا 8 و8. بتقعد تجرب لحد ما تظبط معاك يعني، هي ملهاش ارقام ثابته، انت على حسب البيز ماب بتاعتك كبرها قد ايه يعني. دي مقبوله يعني باينه تمام، يعني دي واضحه. ده ريسيرفوار. تاني حاجه على طول بعد الريسيرفوار طبعا البامب، البامب بتاعتي اللي بتضخ البامب دي فايدتها ايه؟ البامب دي فايدتها ان هي بتغذي، بتخلي الشبكه دي تاخد الهيدات بتاعتها. يعني انت دلوقتي عايز تحقق هيد مثلا او هيد ميه هنا باتنين ونص مثلا، او هنعرف هي على اساس ايه، بس انا بقول لك ان المثال مثلا انت عايز تحقق عند النقطه دي 2.5، من غير البامب دي انت مش هتقدر تحقق هيدات، فلازم البامب دي ايه؟ تبقى محطوطه هنا، او يعني بعد الريسيفوار، عشان تمد الشبكه بتاعتك بايه، بالهدات بتاعتك او بالهدات اللي انت محتاجها، فنحطها هنا مثلا تمام. بيتوصل طبعا ما بينهم ماسوره، بتوصل من النقطه دي للنقطه دي تمام، ما توصلش العكس، لو العكس هتلاقي عمل لك ايرور ومش هيقدر يعمل رن تمام. انت بتوصل الميه ماشيه من الريسيفوار للبمب تمام. العلامه دي لو انت عايز توصل ما بين ايه، ماسوره وماسوره، العلامه دي يعني جانكشن. الجانكشن ده، طب خلينا من الجانكشن عشان شرحه طويل شويه، خلينا في الباقي. طيب ده التانك، لو انت عندك تانك في المشروع بتحط العلامه دي. ده الريسيرفوار لو انت عندك مصدر ميه، محطه مثلا، محطه ميه ايا كان يعني، محطه تغذيه. ده الكاستمر موتور مش عارفه قوي، بس يعني ما علينا، دول اهم حاجه. وعندك البامب تمام. البامب دي هي الايه، بتغذي الشبكه بتاعتك يعني، او بتوصل الشبكه بتاعتك للهيدات اللي انت عايزها تمام. بس الجنكشن بقى، الجنكشن هو ايه؟ هو عباره عن نقطه وهميه، النقطه دي مش هتتنفذ يعني. النقطه دي اهي، تعال نحطها هنا كده مثلا، جنكشن 3 مثلا. جنكشن 3 ده مش هيتنفذ، مش هنشوفه في الواقع، ده بس نقطه وهميه. ايه فايدتها؟ فايدتها ان انت بس بتقول له ان عند النقطه دي تمام، عندك هيبقى في حد او يعني في بيت هيحتاج ميه، هيسحب ميه من الشبكه بتاعتك عند النقطه دي. فاهم قصدي؟ يعني انت هتحط جانكشن هنا كده تمام، وتقول له ان انت عندك الجانكشن ده بيطلع عند النقطه، عند الجانكشن ده وعند نقطه الجانكشن، الجانكشن اللي هنا بتطلع كميات ميه للبيت ده والبيت ده. فاهم؟ فهتفهم ان البرنامج هيفهم ان في شبكه ماسوره هنا ماشي فيها كميه ميه تمام، بيجي عند النقطه دي وتسحب منها كميه الميه اللي محتاجها البيت ده والبيت ده تمام، او البلوك ده والبلوك ده. لو مشيت شويه كمان هتلاقي نفس الفكره تمام، مشيت شويه كمان هتلاقي نفس الفكره. فاهم؟ فيفهم ان البرنامج يفهم ان انت ماشي بمواسير تمام، وعمال كل شويه يطلع منها ايه، كميات ميه. بتطلع فين كميات الميه؟ عند نقطه الجانكشن اللي انت ايه بتحطها دي، او النقطه اللي انت بتحمل عليها تمام. تعالوا نكمل. عندك جانكشن اهو تمام، انت دلوقتي حطيت الايه، الجانكشن ده عندك، عايز تمشي بيها الشبكه بتاعتك. دلوقتي انت ايه بتمشي على ايه؟ على الظروف اللي انت عايز تحملها. يعني انت شايف انت محتاج جانكشن هنا ولا مش محتاج؟ يعني انت مثلا ممكن تحط عند البيتين دول كده هنا جانكشن تمام، وتقول اه البيت ده هياخد ميه من الجانكشن ده، هياخد ميه من البيت ده والبيت ده. تمشي شويه كده تقول اه انت عندك هنا ده بيت اهو، وبيت اهو، وبيت اهو، ممكن تحط ثلاثه هنا، تحط ايه جانكشن هنا ويتحمل عليه الثلاثه دول، ده وده وده. فاهم؟ فانت بتمشي طبعا، بيبقى معاك ورقه مثلا بره انت مجهزها، بتوضح لنفسك الحاجات اللي انت محتاجها، او الجنكشنات اللي انت محتاجها اماكنها فين تمام. في ورقه تقريبا انا كنت عاملها في مشروع تخرجي، ثانيه اوريها لكم لو لسه موجوده، ثانيه واحده خليكم معايا. هنا فين تقريبا؟ كانت في الووتر تاسك، ممكن تكون ثلاثة أو أربعة تقريبا، كانت في واحدة من دول بس أنا مش فاكر عنها والله. تقريبا دي، لا أنا مش فاكر هي فين، بس أنا ممكن لو جبتها ممكن أوريها لكم المرة الجاية. اي حاجه زي كده، دي الشكل الايه، الشبكه بتاعتي بالجنكشنات اللي انا رسمها، ودي اللي انا ايه رحت يعني وصلت عليها، او يعني حطيت عليها حطيت عليها بتاع ده،
حطيت عليها كميات المية بتاعتي اللي انا محتاجها تقريبا. مش موجودة، اتمسحت تقريبا للأسف. للأسف اتمسحت. بس على العموم المرة الجاية لو لقيتها هوريها لكم إن شاء الله. تقريبا اتمسحت. مش كده، انا كنت عايز اوريها لكم مهمة وانا نسيت اجهزها، انا اسف. مش موجودة، ما علينا. تمام، ما علينا. فالمهم يعني انت بتقعد تحمل، بتبقى معاك ورقة بره كده بتطبع البيز ماب دي وتشوف انت محتاج فين الجانكشن بتاعك، تمام، وتحط جانكشن على اساسها. تمام، انا اسف طبعا على الاطالة، بس معلش كنت عايز اوريكم الورقة. تمام، بس وتكمل بقى الرسم بتاعت الشبكة بتاعتك. تمام، تعالوا كده نمشي شوية. مثلا لو انا عندي هنا ايه مكان زي ده كده، انا هحط جانكشن هنا. طيب هل انا هقعد احود بالماسورة عشان امشي على السنتر لاين بتاع الشارع؟ في حاجة كده اسمها بند، ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش، ممكن تحط جانكشن بس. او البند ده بتعمل ايه؟ ان انت بتدوس كليك او تكسر الماسوره من غير ما تحط جانكشن. يعني انت دلوقتي عايز تكسر الماسوره هنا، انت ممكن تحط جانكشن كده، تمام اهي. تمام، بس ممكن برضو ايه ما تحطش جانكشن وتعمل ايه، تدوس كنترول وكليك، هتلاقيه كسر لك الماسوره. بص شايف، شايف اهي، من غير ما ايه ما يحط لك جانكشنات. تمام، يعني كانك بتلوي الماسوره اليمين كده، فاهم؟ هتدوس كنترول وتدوس كليك كده، شايف، شايف اهي. تمام، وهكذا بقى. تمام، تعالوا انا اوريدي رسم الشبكه دي كامله، تعالوا اوريها لكم هنا اهي. اهي دي الشبكه بتاعتي كامله اهي، بالجنكشنات والظروف التحميل بتاعتي. انا احتاجت مثلا هنا جنكشن احمل عليه الثلاثه دول، احتاجت هنا جنكشن احمل عليه الاثنين دول، وهكذا. تمام، والبامب طبعا والريسيرفوار والكلام ده، وده الايه، دي الشبكه بتاعتي كامله. طبعا الشبكه بتاعتنا بتبقى لوب، ما عندناش حاجات ايه مقطوعه، وده بيساعد في ايه، في ان انت توصل للهدات بتاعتك، او انت عايز دلوقتي تحقق هد معينه. طب تعالوا نتكلم عن الهد شويه. انا دلوقتي عشان احقق هد، اعرف منين انا عايز احقق هد كام؟ انا اقول لك تعرف منين. انت دلوقتي عندك اعلى بيت في الكومباوند ارتفاعه كام؟ احنا هنا كان عندنا اعلى بيت في المشروع ده خمس ادوار. تمام، ارتفاع الدور معروف يعني تقريبا بيبقى في متوسط، او يعني الاغلبيه بيبقى 3 متر. تمام، فانت دلوقتي معاك 5 ادوار في 3 متر، يبقى انت كده محتاج تحقق ارتفاع كام متر؟ 15 متر، 3 في 5 15 متر. محتاج ان الميه تطلع من الماسوره لحد فوق قد ايه؟ قد 15 متر، زائد واحد بار فوق. يعني انا عايز لما افتح الحنفيه تطلع لي قوه ميه بقيمه واحد بار، او واحد بار دي اللي هي كام متر؟ 10 متر. تمام، فانا كده محتاج احقق اعلى هيد، محتاج احققها تبقى كام؟ محتاج احقق عند ابعد نقطه. يعني انا دلوقتي انا عندي البومب هنا، تمام، عماله ايه تدي في دفع الميه، فهنا هتلاقي عندي الهيد عالي قوي لان هي قريبه للايه، للبومب. كل ما ابعد عن البومب، كل ما ابعد عن البومب الاقي الهيدات قلت، كل ما ابعد الاقي الهيدات قلت. انا عايز عند ابعد نقطه، ولتكن دي مثلا، لو ولتكن دي، انا محتاج ان الهيد هنا في النقطه دي تبقى 2.5 2.5 بار. انا جبتهم منين ال 2.5 بار؟ ال 15 متر بتوعي اللي هو عدد الادوار في ارتفاع الدور واحد، زائد واحد بار فوق او 10 متر اللي هي كده بقى كام؟ 25 متر، اللي هم كام بار؟ 2.5 بار. محتاج احقق في ابعد نقطه عندي 2.5 بار. تمام، فهمنا الفكره دي. طيب تعالوا كده نشوف نعرف ازاي التحميلات بتاعتنا. اول حاجه بنخش على قائمه كومبوننت. تمام، عندنا حاجه اسمها اليونت ديماند. اليونت ديماند دي اللي هي ايه؟ كميات المايه اللي انا محتاجها. انا طبعا عندي زونات، وكل زون عندي فيها ايه؟ عدد ناس مختلف. يعني في البلوك الواحد عدد ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا دلوقتي دي زون خمسه مثلا، البلوك ده في مثلا 200 شخص في زون 5. طب زون مثلا 3، انا عندي زون 3 ده البلوك الواحد فيه مثلا 9 اشخاص او 20 شخص، فبالتالي البلوك في زون 3 بيحتاج كميه ميه اقل من كميه الميه اللي بيحتاجها البلوك في زون 5. فانا بقسم الشبكه بتاعتي لزونات، كذا زون. تمام، فبروح على كومبوننت، تمام، يونت ديموند،
بتقول له نيو، تمام؟ انت عباره عن ايه او البتاع بتاعتك بيزد اون ايه، اون كاونت، تمام؟ بتسميها اول حاجه دي الزون بتاعتك، مثلا دي زون واحد، تمام؟ طيب كميه الميه بتاعتك لزون واحد اعرفها منين؟ تعال نشوف نعرفها منين، من شيت الاكسل. شيت الاكسل، تمام؟ انا دلوقتي جبت كميات الميه للايه، للكومباوند كله. طب انا عايز اجيب كميات الميه للبلوك الواحد، هي عباره عن ايه؟ استهلاك الفرد في عدد الايه، الافراد في البلوك الواحد. يعني انا حسبت ان عندي في البلوك الواحد محتاج عندي كام شخص، 9 اشخاص. طب انا عندي الشخص الواحد بيستخدم قد ايه في اليوم ميه؟ 235 لتر في اليوم ميه للشخص الواحد، تمام؟ وانا عندي 9 اشخاص، فهضرب الرقم ده في الرقم ده، جاب لي ايه؟ كميه الميه للايه، للفرد. انا اوريدي حاسبها بالشيت الاكسل اهو، هتلاقيني كتبت المعادله لو جينا عليها كده، 9 في 235 على 1000 عشان احول دي باللتر، وانا عايز الرقم بتاعي بالمتر المكعب، فبقت بالمتر المكعب بردي، ضربت ده في ده جابت لي ايه؟ كميه الميه بتاعتي. يعني انا محتاج كده في البلوك في زون واحد 2.15 متر مكعب في اليوم، تمام؟ تعالوا نشوف، انا خلينا في الشبكه اللي انا عاملها على طول بدل ما نقعد نعمل اهو. كومبوننت يونت ديموند اهي، عندي زون واحد 201.2، يعني هو ساعات البرنامج بيقرب، تمام؟ او انا ممكن كنت كاتبها غلط، مش مشكله، تمام؟ يعني الفرق ده مش هيبقى كبير قوي، تمام؟ فهتبقى 2.12 متر مكعب بردي. طب زون 2 كانت 5.46، حسبناها ازاي؟ نفس الفكره، انا عندي كميه عدد الاشخاص في للبلوك الواحد في زون 2 كام؟ 24 شخص، تمام؟ 24 شخص للبلوك الواحد مضروبين في كميه الميه للفرد الواحد، تمام؟ جاب لي ايه؟ كميه الميه للبلوك، تمام؟ اللي هي طلعت معايا بكام؟ ب 5.46، وطبعا مقسومه على 1000 عشان احول، تمام؟ اهي دي زون 2، ونفس الكلام زون 3، ونفس الكلام زون 4، ونفس الكلام زون 5، ونفس الكلام بقى الهوسبيتال والسيرفيس سنتر والكلام ده، احنا اوريدي اصلا حاسبينها من المره اللي فاتت، تمام؟ لو جينا على الهوسبيتال احنا ضربنا ايه؟ احنا جبنا البوبيوليشن بتاع كل ايه؟ بتاع كل مكان في سيشن 1، تمام؟ انا عايز اشوف دلوقتي ان كميه الميه للبوبيوليشن ده، هو قال لك ان الشخص الواحد مثلا في السكول، كانت دي السكول تقريبا ولا السيرفيس سنتر، معلش، الشخص الواحد في السيرفيس سنتر بيستهلك 50 لتر، تمام؟ طبعا عندي 115 او 116 تقريبا شخص، فيستهلكوا قد ايه؟ كام ميه للفرد؟ 5.7، تمام؟ او يعني مش للفرد، معلش، قصدي للمستشفى للسيرفيس سنتر كلها، لان انت بتضرب ال 115 في ال 50، فانت كده كميه الميه للسيرفيس سنتر كامله بياخد 5.7 متر مكعب بردي، تمام؟ وبتروح تدخلها له على الايه؟ على البرنامج اهي. لو رحنا على السيرفيس سنتر هتلاقي 5.78 متر مكعب بردي، تمام؟ ونفس الكلام للسكول والجامع او الموسكو والشيرش، تمام؟ كده انا عرفت الايه؟ الكميات الميه اللي انا بستهلكها. بروح اعرف له الباترن بقى اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيها من شويه، منين؟ بتخش هنا اهي على كومبوننت هتلاقي اسمها باترن، تمام؟ انت عندك حاجه بقى اسمها باترن للريزيدنشال. الريزيدنشال دي اللي احنا لسه شايفين الايه الشكل بتاعها في الشيت الاكسل اهو، والارقام بتاعتها اهي، تمام؟ ده شكل الباترن بتاعتنا، هو نفس الشكل الباترن اللي انا عايزه في الايه، في الووتر كاد، تمام؟ فانا عندي بيقول لك اول حاجه انت بتعمل نيو اهي، تعالوا نعمل واحده كده، بتقول له نيو، تمام؟ بتسميها الاسم اللي انت عايزه ايا كان، ريزيدنشال، هنشوف السكول والسيرفيس سنتر والفاير والكلام ده، تمام؟ انت عندك اول حاجه بتعمل نيو باترن اللي انت عايزها، بيقول لك الستارت تايم عند الساعه 12، تمام؟ اللي هي الساعه كام؟ اللي هي الساعه 0. الساعه 0 دي انت عندك كميه المالتي بلاير بتاعك كام؟ 0.75، فانت بتروح تكتب في اول بتاع كده هنا ان هي ايه المالتي بلاير بتاعك 0.75، تمام؟ طيب بعد كده بقى عندك من الساعه 12 عندك بعد كده تمشيها كل ايه، كل اتنينات، يعني من الساعه 0 للساعه 2 للساعه 2 للساعه 4 وهكذا، تروح كاتب الايه عدد الساعات بتاعتك 2 4 6 8 10 12 14 16 14 16 18 20 22 24، تمام؟
ده كده عدد الايه الساعات عندك، تمام. بتدخل المالتي بلاير زي ما احنا شفنا كده في الايه في الشيت الاكسل، نفس المالتي بلاير اللي احنا لسه شايفينها اهي بس. وبكده تبقى انت ايه عملت الباترن بتاعتك بنفس الشكل ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي هو ده او الريزيدنشال، نفس الستارت تايم بتاعي 0 من 7 5 بعد كده 2. فهو هيفهم عند الساعه 12 تمام كميات الميه بتتضرب في 2.5، بس عند الساعه 2 مثلا كميه الميه بتتضرب في 0.8. فهمت؟ انا فهمت للبرنامج الاستهلاك بتاعي ازاي، وهتلاقوا تقريبا شكل البتر تمام نفس شكل الباترن اللي عندنا تمام. طب تعالوا للسكول بقى. السكول انا عندي بتشتغل كام ساعه؟ انا عندي السكول بتشتغل من الساعه مثلا نقول 6 الصبح او 7 الصبح لحد مثلا الساعه 12 الظهر. فلنقول مثلا في ان هي ايه، نقول مثلا ان هي 12 ساعه 8 ساعات، معلش نقول ان هي 8 ساعات. طيب انا السكول بتاعتي تشتغل 8 ساعات، حلو. طبعا الكلام ده هيبقى متوضح لك لو انت مشروع تخرج، هيقول لك ان السكول عندك بتشتغل كام ساعه. لو انت عندك في مشروع شغل هتلاقي في السبيكش بتاع المشروع المدرسه المفروض تشتغل كام ساعه، تمام، عشان على اساسها هتصمم الايه الشبكه بتاعتك بتاعت المايه، تمام. عندك السكول بتشتغل كام ساعة؟ 8 ساعات. طيب انا عندي اليوم كام ساعة؟ 24 ساعة. فانا عايز اقول له ان كمية المية بتاعتي اللي هي دي اهي بتاعت السكول تمام، اللي هم ال 17.619 دول، انا دول مش هستخدمهم خلال 24 ساعة، ده انا ال 17 دول متر مكعب دول هستخدمهم في خلال 8 ساعات بس، تمام. فانا عايز المالتي بلاير بتاعها كام؟ هقسم 12 ساعة على 8 ساعات، هتديني كام؟ هتديني 3. فكده يبقى المالتي بلاير بتاعها كام في البرنامج؟ 3. فهيبقى كده عند الساعة 12 بزيرو، عند الساعة 2 بزيرو، عند الساعة 4 بزيرو. ابتدت المدرسة شغل مثلا من الساعة 6، فكده ابتديت احط المالتي بلاير بتاعي بكام؟ ب3. يفضل ثابت ب3 لحد ايه؟ ما المدرسة هتقفل اللي هي الساعة مثلا 2 زي ما موضح هنا، تمام؟ على حسب بقى السبيكس بتاعتك، تمام؟ عندك لحد الساعة 2 هي شغالة، تمام. بعد كده المدرسه هتفضل قافله لحد تاني يوم الساعه ايه الساعه 12، تمام. فتفضل بزيرو ايه لحد 3، فتلاقي الباترن بتاعتها ماشيه 0 0 0، بعد كده فضلت ثابته 3 3 3، بعد كده نزل تاني ل 0 0 0 0، تمام. فهمنا؟ نفس المثل بالظبط عندي للايه، للسيرفيس سنتر. السيرفيس سنتر انا عندي بيشتغل مثلا كام؟ ولنقول مثلا بيشتغل من الساعه 12، بيشتغل 12 قصدي ساعه، من الساعه 12 للساعه 12 تمام، بيشتغل مثلا 12 ساعه. 12 ساعة دول يعني انا كمية المية اللي عندي للسيرفيس سنتر اهو ده اللي هي 5.77، ال 5.7 متر مكعب دول هيشتغلوا، يعني هحتاج كمية المية دي او هصرف كمية المية دي في خلال قد ايه؟ في خلال 12 ساعة، تمام. فكده المالتي بلاير بتاعي كام؟ انا عندي اليوم كام ساعة؟ 24 ساعة. فكده يبقى 24 ساعة على 12 ساعة اللي هم هيشتغلهم السيرفيس سنتر، تمام. هتديك 2، فكده هتبقى ال 5.7 دي المالتي بلاير بتاعها كام؟ 2، تمام. تعالوا نشوف اهو، اهو ماشي 0 0 0 2 2 2 2، او على حسب برضو ايه عدد الساعات اللي السيرفيس سنتر بتاعي هيشتغلها، تمام. سيبكم من الفاير دي، هنقولها بعدين، تمام. هنقولها هنخش فيها ونتكلم فيها. دلوقتي انا عرفت الباترن وعرفت كميه الميه، ازاي ادخلها او ازاي اعرفها على الجانكشن، او ازاي اقول ان الجانكشن ده كميه الميه اللي فيه كذا. تروح تعلم على الجانكشن كده، تمام، هتلاقي حاجه اسمها يونت ديماند كوليكشن، تمام. بتعلم عليه كده وتقول له والله، تدوس كده نيو، تمام. هتقول له ان اليونت ديماند بتاعك قد ايه، انت عندك الجانكشن ده متحمل عليه كام بيت. انا قلت انا حاطط الجانكشن ده محمل عليه البيت ده والبيت ده والبيت ده، يعني انا محمل عليه ايه 3 بيوت، فهحط هنا 3، تمام. طب الثلاث بيوت دول زون كام؟ اعرف الزون منين؟ ما عندك من البيز ماب اهي مكتوبه زون 5 اهي، تمام. لو مش واضحه هنا روح شوفها في الاوتوكاد، تمام. فزون 5 هتلاقي هنا الحاجات اللي انت ايه عرفتها في اليونت ديموند هنا، فتقول له ان هي ايه زون 5، تمام. البتاع ده بيبقى بواحد او ثابت دايما، يونت ديموند بتاعك بواحد، تمام. يعني هيتعمل معاك الحاجات الصفرة دي بتتعمل لما انت تعمل ران، لما انت تعمل ران هو بيطلع لك النتائج دي، تمام. طيب دلوقتي انت عرفت عدد البلوكات اللي هو هيخدم عليها الجانكشن دي، وعرفت كمان الزون بتاعها ايه. طيب دلوقتي الباترن بتاعتها ايه؟ هل هي فيكسد؟ لا، انت بتاعتك الباترن بتاعتك ايه؟ كانت ريزيدنشال اللي احنا معرفينها اللي هي عند الساعه 12، تمام؟ يبقى كميه الميه بتاعتك بتتضرب في كام؟ في 2.5، تمام؟ فهمنا الفكره؟ نفس الكلام بقى للباقي. لو انت عندك ايه؟ الجامع مثلا. انت عايز دلوقتي تعرف له كميه الميه، تمام؟ مثلا الجامع هنا، اقول انا هقول ان الجامع هيرمي على الجنكشن ده. فدوس هنا.
اروح جاي ايه عامل نيو تمام، واقول له بواحد لان هو جامع واحد تمام. كميه الميه بتاعت ايه بتاعت الجامع اللي هي كان ايه اسمها ايه موسك تمام، هتقول له الباترن بتاعته ايه، ما الجامع ما كانش ليه باترن فبتسيبها فيكسد تمام. طيب لو انا عندي مثلا السكول، تعالوا نشوف السكول هنا مثلا، تقول له يونت ديموند كوليكشن تمام، هتروح جاي قايل له نيو تمام، وتعلم تقول له واحد تمام، وتقول له الزوم بتاعتك ايه، البتاع بتاعتك ايه عباره عن سكول، كميه المايه بتاعت السكول تمام، وعندك مدرسه واحده الباترن بتاعتها ايه، بتاعتها باترن السكول تمام. بس كده انت كده ظبطت الشبكه بتاعتك على التحميلات تمام، فاضل لك بس تعرف المناسيب، ودي هنعرفها ايه الفيديو الجاي بقى ان شاء الله. وكده يعني كفايه اعتقد قدر كفايه القدر ده لحد النهارده يعني، ان شاء الله نكمل الايه المره الجايه، وبس طبقه هتلاقوا الدنيا معاكم لذيذه وسهله. انا يمكن بتكلم كتير عشان بشرح بس، او بتاخد مني وقت عشان بشرح تمام، فانتوا طبقوا وان شاء الله هتلاقوا الدنيا لذيذه. وموضوع تصميم الشبكات بتاعه الميه او الصرف والله او الريس لذيذين لذيذين جدا وسهلين جدا، وان شاء الله خير وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.